كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد موقع حادث كنيسة أبو سيفين، وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير جميع سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم. هذا وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة بلغ 41 وفاة. وأشارت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرة إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.